مصرع عشرة من عناصر القاعدة واستشهاد جنديين في اشتباكات بالقطن في حضرموت. الداخلية تدعو الحوثيين إلى الالتزام بالسلمية بعد سقوط قتلى وجرحى أمام رئاسة الوزراء. مؤتمر في صنعاء حول مخاطر النزاعات العنصرية والطائفية على الدولة الوطنية. نشرة الأخبار من قناة سهيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت سفيرة المملكة المتحدة بصنعاء جين ماريوت استعداد بلادها دعم جهود اليمن للانتقال إلى المستقبل الأفضل حتى نجاح المرحلة الانتقالية بصورة كاملة. جاء ذلك خلال لقائها اليوم الثلاثاء الرئيس عبد الرب منصور هادي في العاصمة صنعاء، والذي بحثت معه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها والمستجدات على الساحة الوطنية على مختلف الأصعدة، وخاصة التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، بالإضافة إلى متطلبات دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن أمن واستقرار ووحدة اليمن تمثل أهمية استراتيجية للمملكة ومجلس التعاون الخليجي وكذلك أيضا للمجتمع الدولي برمته. وأكد الفيصل في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الرب منصور هادي مساء أمس أن اليمن تقع في نطاق جغرافي يمثل أهمية قصوى على المستوى الدولي والإقليمي، ومحاولة زعزعة أمنه واستقراره تحت أي ذريعة إنما يمثل أجندة تختبئ وراءها مؤامرة تهدف إلى زعزعة المنطقة كلها على أساس أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ومجلس التعاون الخليجي. كما أكد الفيصل وقوف المملكة ومجلس التعاون الخليجي إلى جانب الرئيس عبد الرب منصور هادي ودعم قراراته وإجراءاته وخطواته نحو إخراج اليمن إلى بر الأمان. وأعرب الفيصل في اتصاله عن قلق بلاده البالغ إزاء التصعيدات الخطرة التي تمارسها ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء وحولها وكذلك في محافظتي الجوف ومارب. قتل عشرة من عناصر القاعدة واستشهد جنديان بخلاف الجرحى من الطرفين في اشتباكات وقعت في مدينة القطن بمحافظة حضرموت اليوم الثلاثاء. مصدر عسكري قال إن أفراد اللواء 135 مشاة تصدوا لهجوم إرهابي استهدف نقطة عسكرية تابعة للواء في مدخل وادي سر بمدينة القطن بمحافظة حضرموت صباح اليوم. وأشار إلى أن عناصر إرهابية استهدفت نقطة بسيارة مفخخة وتم التصدي لهم بشجاعة وبسالة وتدمير السيارة المفخخة قبل وصولها إلى هدفها. ووقعت اشتباكات مع العناصر الإرهابية ما أدى إلى مصرع عشرة وجرح العديد منهم، فيما استشهد جنديان وأصيب ثلاثة آخرون بجرح. سقط قتلى وجرحى اليوم أمام رئاسة الوزراء في العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن جماعة الحوثي المسلحة قامت بحشد مجاميع من عناصرها التي حاولت الدخول بالقوة إلى المنطقة الأمنية الممنوع التجول فيها بالقرب من رئاسة الوزراء، وحاولوا اقتحام المجلس، مضيفة بأن قوات الأمن المكلفة بحراسة المجلس قامت بواجبها القانوني ومنعتهم من ذلك بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي أوردت الخبر. ودعا المصدر الأمني تلك المجاميع إلى الالتزام بسلوكيات التظاهر والمسيرات السلمية بعيدا عن الاعتداء على المصالح والمنشآت العامة وعرقلة حركة سير المواطنين وإغلاق السكينة العامة.
مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في حفظ النظام وحراسة المؤسسات الحكومية والرسمية والحفاظ على الأمن والاستقرار. إلى ذلك قالت اللجنة الأمنية العليا إن جماعة الحوثي المسلحة حاولت اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء، وحملت الأمنية العليا القيادات الحوثية كافة المسؤولية في التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة. تعليقا على أحداث رئاسة الوزراء اليوم، حملت اللجنة الأمنية العليا جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء من خلال الدفع بالعديد من تلك العناصر الحوثية إلى محاولة اقتحام المؤسستين المذكورتين حسب قول اللجنة. ونتج عن محاولة اقتحام تلك المؤسستين سقوط عدد من الضحايا من حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء ومن محاولي الاقتحام بسبب إطلاق النار من قبل عدد من الأشخاص المنتشرين في محيط الإذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي الاقتحام، وذلك حسب تصريح مصدر باللجنة العليا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ. المصدر قال إن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بالبحث عن المسلحين الذين أطلقوا النار تمهيدا لضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة. وحول ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين الحوثيين، قالت اللجنة الأمنية إن حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطلاق النار الحي نحو محاولي اقتحام مجلس الوزراء، محملة القيادات الحوثية كافة المسؤولية في التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة. اللجنة الأمنية العليا جددت دعوتها للمواطنين إلى عدم الانجرار وراء الخطابات المتشنجة والمحرضة على العنف، مؤكدة بأن الأجهزة الأمنية سوف تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المرافق والمصالح العامة، وذلك حسب نص البيان الصادر عن اللجنة الأمنية. وفي خبر وردنا للتو، صرح مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا أنه استمرارا للأعمال الخارجة عن النظام والقانون، أقدمت العناصر التابعة لجماعة الحوثي المسلحة عصر اليوم الثلاثاء على الاعتداء على محطة كهرباء حزيز والتمركز في عدد من المنشآت الحكومية والخدمية. وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن الأجهزة الأمنية والعسكرية تمكنت من التصدي لتلك العناصر وأخرجتها من المنشآت التعليمية التي تمركزت فيها، وأشار إلى أن تلك العناصر فرت على إثر ذلك ودخلت بعدها إلى بعض المباني المطلة على خط الأربعين شمال شرق محطة حزيز. وأهاب المصدر بالإخوة المواطنين بعد بعدم السماح للعناصر الخارجة عن القانون الدخول إلى المباني والمساكن الخاصة بهم، وأكدت في ذات الوقت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستقوم بالرد على مصادر النيران حفاظا على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين. أقدمت عناصر حوثية اليوم على قتل مهندس يمني في منطقة حزيز بالعاصمة صنعاء بعد رفضه اعتلاء الحوثيين لمنزله لبناء متارس لمواجهة قوات الجيش. وتداول نشطاء خبر مقتل المهندس يحيى العامري على يد المسلحين الحوثيين الذين اشتبكوا مع قوات الاحتياط في منطقة حزيز على طريق صنعاء تعز. وقال النشطاء إن مسلحين حوثيين قدموا إلى منزل العامري وأرادوا بناء متاريس في سطح منزله المكون من 4 طوابق، وعندما رفض قاموا بإطلاق 3 رصاصات عليه وأردوه قتيلا. من جانب آخر، واصل الطيران الحربي ولليوم الثالث على التوالي قصفه صباح اليوم على مواقع للحوثيين في محافظة الجوف، واستهدفت الغارات مواقع للحوثيين في مديرية الغيل الواقعة غرب المحافظة التي تشهد منذ أشهر مواجهات عنيفة بين الجيش والقبائل المساندة له وبين الحوثيين. وقد أكدت مصادر محلية مقتل 100 مسلح حوثي في غارات للطيران الحربي خلال يومين على مواقع ومخازن السلاح التابعة للحوثيين في محافظة الجوف.
هذا وتدور في مديرية الغيل بمحافظة الجوف مواجهات عنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية مع مسلحي ميليشيات الحوثي التي جاءت من محافظة صعدة بهدف السيطرة على المديرية. وقال مراسلنا في محافظة الجوف إن الاشتباكات تتواصل في 3 مواقع، هي منطقة يبر بالجهة الجنوبية لمديرية الغيل، وموقع حلوان والكباري بالجبهة الغربية بالجهة الغربية للمديرية. وسقط خلال المواجهات 5 شهداء و7 جرحى من أفراد الجيش واللجان الشعبية، بينما قتل العشرات من مسلحي الحوثي. وكانت ميليشيات الحوثي أقدمت يوم أمس على تفجير 4 منازل لمواطنين من مديرية الغيل كانوا قد نزحوا منها خلال الأيام الماضية. وللتفاصيل حول هذا الموضوع أكثر معنا عبر الهاتف مراسلنا في الجوف مبارك العبادي. أخي مبارك، بداية هل لك أن تضعنا في صورة الأحداث اليوم؟ نعم أخي العزيز، الأحداث اليوم بعد قصف الطيران الصباح في صباح هذا اليوم، يعني دام 3 استخارات أو 3 طلعات بالتحديد على مناطق في مديرية الغيل كان يتواجد فيها جماعة الحوثي المسلحة في منطقة الحباري، وهي مزرعة كما ذكرنا لكم بالأمس، وأيضا في منطقة الكباري. والكباري حتى تتضح الصورة لكم وللمشاهد الكريم، هي عبارة عن عبارات للسيل في على الخط في تحت الأسفلت، يعني منفذ للسيل. هذا اتخذها الجيش واللجان الشعبية كمكارس يحتموا بها من تمدد الحوثي في هذه المنطقة في الكباري، وفي أيضا مزرعة الحباري وما جاورها مزرعة أيضا السليماني كان يتواجد فيها الحوثي. نفذ الطيران اليوم الحربي نفذ عدد من الطلعات، يعني 3 طلعات بالتحديد على هذه المناطق. مراسلنا في المناطق نفسها ومصادرنا تؤكد أنه تم استهداف دبابة تابعة للحوثيين كانت تتواجد في مزرعة الحباري في تلك المنطقة. سبق ذلك أنه كان هناك مواجهات في ليلة البارحة، مواجهة عنيفة جدا، تمكن الجيش واللجان الشعبية من رد عدوان الحوثي عدد من الكيلومترات، كانوا قد اقتربوا إلى مناطق وموادع خاصة بالجيش واللجان الشعبية. نعم. بعد دفع الطيران الذي ربما استمر حتى الساعة 10 من صباح اليوم، شهدت المنطقة هدوء تام، ما يعني بدون ربما حتى ضرب يذكر، إذا كان هناك ضرب خفيف بالأسلحة. نعم. المتوسطة أخي مبارك، لأنه شهدت نعم نعم. أين يتمركز الحوثيون الآن في منطقة الغيل، وأين موقعهم، وأين الخريطة الجغرافية لمديرية الغيل الآن؟ أين يتمركز الحوثي وأين يتمركز الجيش واللجان الشعبية؟ ربما نصف أن الغيل تعتبر في الجهة الغربية لمركز المحافظة، مركز المحافظة الحزم. نعم. تبعد الغيل عن مركز المحافظة 25 كيلو تقريبا. جماعة الحوثي تتمركز في ما يسمى بمزرعة السليماني، وهي الجهة الشمالية لمديرية الغيل، ويحدها من الجهة أيضا الجنوبية، يحدها الجبال التي تصل إلى نهم، مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، ولكنها هي أقرب إلى الغيل والحزم. ثم هناك يتمدد الحوثي من السلسلة الجبلية وحتى مزرعة السليماني، وانطلاقا إلى ما بعدها، يعني في الجهة الغربية الكباري ومديرية الغيل، مركز مديرية الغيل. وبالنسبة للجان الشعبية فهي تتمركز أيضا في الجزء القريب من الحزم، أو من بعد ما بعد السلامات، أيضا عزمة تابعة لمديرية الغيل في منطقة تسمى حلوان وتسمى أيضا الرايسة، وهي منطقة تابعة لمديرية الغيل، فيها يتواجد منزل الشيخ الحسن الأبكر، وفيها أيضا يتواجد تجمعات. نعم. الجيش واللجان الشعبية. نعم أخي مبارك، يعني تناولت بعض وسائل الإعلام أخبار عن تلقي الحوثيين لهزائم كبيرة خلال اليومين الأخيرين، ما دقة هذه الأنباء؟ حسب معلوماتنا أنه فعلا تلقى الحوثيين ضربات موجعة وهزائم فادحة خلال اليومين الماضيين، ذلك جاء نتيجة أن الحوثي يأتي بجيش بربما مغرر بهم من الأطفال والأفراد المغرر بهم بكثافة بشرية هائلة،
يأتوا عبر أرض مفتوحة. المواجهات في الجوف وفي الغيل هي عبارة في أرض مفتوحة ليست جبلية وليست يعني في كما يعني يتوقع البعض، فأرض مفتوحة. فعندما يأتي هذه الأعداد البشرية والكم الكبير، الخط الثاني وهو خط الجيش واللجان الشعبية هم في خط دفاع، فيتمكنوا أثناء التقدم هؤلاء زحفا وجريا وتحميهم الدبابات ويتمكنوا من القتل فيهم بشكل كبير. إضافة إلى هذا الموضوع أنه يعني أيضا تعزيزات جاءت للجان الشعبية تمكنت أيضا من صد الحوثيين يعني عدة من الكيلومترات إلى الخلف، جعلتهم أيضا يتلقوا ربما ضربات موجعة وهزائم فادحة في صفوف الحوثيين. مبارك العبادي مراسلنا في محافظة الجوف، شكرا جزيلا لك. شيع أبناء محافظة البيضاء جثمان الشهيد عبد الله موسى الشليلي الذي استشهد برصاص ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف أثناء أداء واجبه الوطني في التصدي لجرائم الحوثي ومواجهة تمددهم في إقليم سبا، حيث وري جثمان الشهيد الثرى بمسقط رأسه بمديرية الطفة محافظة البيضاء. وتقدم موكب التشييع عدد من القيادات السياسية والحزبية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من زملاء الفقيد ومحبيه. وطالب المشيعون القيادة السياسية وقادة المؤسسة العسكرية والأمنية بوضع حد للعدوان الحوثي على أراضي إقليم سبا وإيقاف هذا المد التخريبي للحوثيين، مؤكدين أن أبناء الإقليم سيقفون صفا واحدا في مواجهة العدوان الحوثي. كما طالبوا بالقصاص للشهداء والجرحى من الجنود والضباط والمواطنين الذين ذهبوا ضحية العدوان الحوثي على مناطقهم. تحت شعار دعما لمخرجات الحوار الوطني وتأييدا للاصطفاف الشعبي، أقيم اليوم الملتقى العلمي لبحث خطر نزاعات العنصرية والطائفية على الدولة الوطنية، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والمثقفين. الزميل رمزي الكليبي حضر الفعالية وعد التقرير التالي. أنا خير منه، شعار رفعه إبليس كأول دعوة عنصرية تلامت بين أوليائه منذ العصور الغابرة حتى اليوم. وتحذيرا منه تداعت عدد من منظمات المجتمع المدني لعقد مؤتمر علمي لمناقشة خطر النزاعات العنصرية والطائفية على الدولة الوطنية. تقوم فكرة العنصرية أساسا على النقاء العرقي والاصطفاء الإلهي لهذا العنصر البريء أو المتميز بحسب ما يدعيه هذا المخلوق، وأبرز أمثلة في هذا القول بنقاء الجنس البشري هو نقاء الجنس الألماني عند هتلر، وشعب الله المختار لدى اليهود بني إسرائيل، ونقاء النسل القرشي لدى المسلمين كما يعتقد البعض. وخلال المؤتمر الذي شارك به عدد من الباحثين والمثقفين قدمت عدة أوراق عمل تطرقت إلى مفهوم العنصرية ونشأتها، كما استعرضت آثارها على النسيج الاجتماعي ودورها في تفتت اللحمة الوطنية. تصبح حقوق الإنسان مهدورة في كثير من الأحوال، تكون الكلمة الأخيرة لصوت البندقية، وتحسم القضايا في كثير من الأحيان بواسطة عرض العضلات واستخدام القوة. يكون الولاء للطائفة والجماعة على حساب الهوية الوطنية والولاء الوطني. مصلحة الطائفة فوق مصلحة الأمة والوطن والشعب. تصبح الممارسة الديمقراطية مجرد هيكل لا روح فيها ومفرغة تماما من مضمونها، أو ما يطلق عليها الديمقراطية الصورية، كتلك التي يتستر خلفها المستبدون كأدولف هتلر وموسوليني وآية الله خميني وصدام حسين وبشار الأسد ووالده وجمال عبد الناصر الآخره وعلي صالح. تغيب فيه مبدأ المواطنة المتساوية. تفرض الطائفة الكبيرة أو القوية مشروعها الآخرين بالقوة، أو تستبد دون الفئة الضعيفة أو الطائفة الضعيفة بالسلطة والثروة. ورغم اعتبار الإسلام المساواة مبدأ أساسيا له، إلا أن معتنقي العنصرية سعوا إلى محاربته بحجة النقاء العرقي أو الاصطفاء الإلهي تفاديا للمحاسبة وسلبا للحريات ورغبة في التحكم بمصائر الناس. فمثلا في إيران الذي تدعي أنها دولة ديمقراطية وأنها جمهورية وأنها الدستور الإيراني مثلا يضع للفقيه الذي هو المرشد جملة مهام، لاحظوا ما هي هذه المهام. واحد، تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية، إذن أين تشاء وأين الدولة. ثانيا، الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام. ثالثا، إصدار الأمر بالاستفتاء العام. رابعا، القيادة العامة القوات المسلحة، أين الرئيس إذن. خامسا، إعلان الحرب والسلام على الغير أو داخل البلد.
سادسا نصب وعزل وقبول استقالة كل من فقهاء مجلس صيانة الدستور، أعلى مسؤول في السلطة القضائية، رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، رئيس أركان الجيش، القائد العام لقوات حرس الثورة والقيادة العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. سابعا إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه، يعني كأن الشعب لم يصنع شيء بعد انتخابه من قبل الشعب. ثامنا عزل رئيس الجمهورية. تاسعا العفو عن المحكوم عليهم أو التخفيف من عقوباتهم. هذه كلها صلاحيات للفقيه الذي لم ينتخب، وإنما يدعي أنه مأمور بأمر الله وأن له سلطة من سلطة الله. وعلى المستوى المحلي استعرض الباحثون موقف العنصرية من الدولة الوطنية، محذرين من مساعيها لتقويضها من قبل بعض الأطراف السياسية عبر إذكاء الصراعات المذهبية والجهوية وإحياء الفكر الطائفي. وخلص الباحثون إلى أن ممارسة العنصرية والطائفية الممنهجة تخالف مبادئ الدين وتنتهك الحقوق والحريات ولا تتوافق مع النهج الديمقراطي وأسس الدولة المدنية. اليوم ما نراه شارع واصطفاف مناطقي مذهبي، وهذا سيكون له تأثيره الخطير جدا على مستقبل الوحدة الوطنية وعلى البنيان الوطني على المدى البعيد، وسنحتاج إلى معجزة لكي نرنم الصدع الذي أحدثه هذا التصرف الأرعن من قبل الطبقة السياسية الموتورة التي ما إن فقدت السلطة حتى راهنت بالوطن وبالوحدة الوطنية وبالمستقبل المشترك لأبناء هذا الوطن. العنصرية لا تجد لها مكانا في ظل تواجد القيم الإسلامية المستبدة من القرآن ووقائع السيرة النبوية، كلها تؤكد أن مفهوم المساواة كانت هي الأساسية. أن العنصرية وجدت وتعزز مفهومها كواقع اجتماعي في ظروف تاريخية وحاولت شرعنة موقفها من خلال الروايات ووجدت لها متسع في ذلك، من في حين أن القرآن الكريم لا يدعم ذلك بأي شكل من الأشكال. أن هناك فرق، وهذه الذي كثيرا لا يستوعبها الكثير، أن هناك فرق كبير بين الإسلام وبين المسلمين، بين النص الدين المقدس الذي لا يأتي الباطل بين يديه ومن خلفه، وبين مفهوم النص أو فهمنا لهذا النص، سواء الفهم التاريخي أو فهمنا المعاصر. رقم ثلاثة، أننا بحاجة إلى مراجعة لكثير من المفاهيم المتعلقة بالمرأة وغير المسلم وقضية الرق وقضايا أخرى من منطلق الفقه المقاصدي متجاوزين فقه عصور الاستبداد والركود الحضاري. أن المعايير القسرية اللون والدم والوطن والقوم لا تصلح أن تكون معيارا للتفاضل، لأنها معايير قسرية ليس بيد الإنسان اختيارها، وإذا كانت كذلك فهي تدعو أو تضرب عنصر وهو المنافسة والمدافعة، وهو من أخص خصائص الكون. النقطة الأخيرة، أن من أخطر المفاهيم التي شوهت عالمية الإسلام ومقاصده الدعية إلى الحرية والمساواة والعدالة والشورى والوحدة تلك المفاهيم والأطروحات التي فسرت الإسلام تفسيرا عنصريا جاهلا عبر الادعاء بالحق الإلهي للولاية العامة وحصرها في أهل البيت. ويأمل هذا المؤتمر العلمي الذي جاء دعما لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتأييدا للاصطفاف الشعبي إلى استيعاب المواطنين لحجم الخطر الذي تتضمنه هذه الدعوات الطائفية على مستقبل الوطن وحياة أبنائه، داعيا الجميع إلى نبذ العنصرية والتمسك بقيم الدولة الوطنية الحديثة القائمة على حقوق المواطنة المتساوية. حذرت قبيلة آل دغار بمحافظة شبوة في بيان صادر عنها أنصار الشريعة من الإقدام على قتل أحد أبناء القبيلة المخطوف لدى التنظيم. وأكد البيان الصادر عن القبيلة إن نشر أنصار الشريعة لمقطع فيديو للشاب سالم علي صالح الدحموس واتهامه بزرع شرائح لهم محض افتراء ولا أساس له من الصحة، محذرين التنظيم من الإقدام على إعدام الدحموس، مؤكدين أنهم سيلاحقون أنصار الشريعة في شبوة وأبين وحضرموت في حال أقدموا على تنفيذ تهديداتهم. يواصل موظفون نيابة قعطبة بمحافظة الضالع إضرابهم الشامل احتجاجا على الانفلات الأمني والاعتداءات المتكررة على المبنى والموظفين. مصادر في نيابة قعطبة قالت إن الإضراب يأتي نتيجة تواصل الاعتداءات من لهم قضايا جنائية على مبنى وموظفي النيابة. تمكن فريق هندسي من إصلاح أنبوب النفط الرئيسي بوادي عبيدة في مارب، ونقل مراسلنا في مارب عن مصدر مسؤول في إحدى الشركات النفطية إن الفرق الهندسية تمكنت من إصلاح أنبوب النفط في كيلو 30 بمنطقة العرقين صباح اليوم. وأكد المصدر أنه تم إعادة ضخ النفط عبر الأنبوب الرئيسي بعد تعرضه لتفجير مساء الأحد على يد مسلحين قبليين يطالبون بإطلاق سجنة.
اعترض الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن على قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف تحصيل الرسوم لصالح صندوق صيانة الطرق بموجب قانون إنشائه. واعتبر الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن القرار الحكومي الذي اتخذ مطلع الشهر الجاري اعتبره بمثابة بأنه يمثل كارثة، إذ يترتب عليه تعرض شبكة الطرق الإسفلتية بالجمهورية للدمار والانهيار حد قولهم. اتحاد عمال اليمن حذر من عواقب هذا القرار وقال إن نحو 7000 موظف سيتضررون من تبعاته، بالإضافة إلى أصول ومعدات خاصة بصندوق صيانة الطرق التي قد تهدر نتيجة للعجز عن دفع مرتبات موظفي الصندوق. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. مصرع 10 من عناصر القاعدة واستشهاد جنديين في اشتباكات بالقطن في محافظة حضرموت. الداخلية تدعو الحوثيين إلى الالتزام بالسلمية بعد سقوط قتلى وجرحى أمام رئاسة الوزراء. مؤتمر في صنعاء حول مخاطر النزاعات العنصرية والطائفية على الدولة الوطنية. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر سهيل دوت نت. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى في أمان الله.